يا ويل. يا ويل. انا جيت نورت البيت، قم فز وقت البيز يا ولد وعليني البيت، سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت. انا الكبير هو الكبير، هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما زكاتي على بمكير، اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير. كوكت الخطير، كوكت الخطير رضعت في طفل دني الناقة مش بودرة وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير. او كان كبير، او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير، مهما كان علامة جاهل او خريج فرير، يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير. Objection. Objection. Yeah. I really love this country like a fat kid loves the cake. And I'll be then your older, please just give yourself a break. You can't even battle me 101, Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت او سولجا بوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير، اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسيه نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع، نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع، طعم التفاحه بعد الشكليطه ماسخ ما ينفع. ما ينفع. جزرة وقطمها جحش. يا ويل. تعالي يا أمل، تعالي ما تخافيش. اسمك أمل مش كده؟ خدمتك يا ست الهاني. حلو اسم أمل. البتاع ده يا معلم جامد جدي. اسمه ايه ده؟ ادرس قال لي ان اسمه تين تشوكي. تين سنة احنا كنا حاجة نفس الفصيلة، بس كان اسمه تين بيومي تين بسيوني. اسمه تيم بشرومي. اكزاكتلي بشرومي. الفصيلة دي كلها حلوة باين عليها، بس عارف ده طعمه احلى بالرغم ان في حصى بيخش في السنان زي الجوافة، بس ربنا ما بيديش كل حاجة. بقول لك ايه، هات الريموت من عند رجليك. ايه؟ انت هتستعبط؟ انت سمعتني كويس، هات الريموت من عند رجليك. جوني انا مش قادر. انت بقيت ليزي كده ازاي؟ يا ابني انت لو اتشقلبت هجيبه ده عند رجلك اهو اهو. طب خلاص ما دام الموضوع سهل كده اتفضل انت قوم هاته. طب بص، سي ان في ناموس ورطتك في رجلك، هتروح تهرش بدل ما تهرش هات ريموت. جوني انا تعبان. اشلي اشلي ايبود وسماعات. طب توماس اخر حاجه، ممكن لو سمحت بس تديني المخده اللي عند رجلك برضو علشان ارميها على اشلي فهتجيب لي الريموت فاقدر اغير. جوني فكك مني، انا عايز استريح. ده انت الشاب التقيل. استريحت؟ انا مش اي انا مش انا الفيلم ده عاجبني، انت مش عاجبك قوم انت بقى هات الريموت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ماما مسافره الصين عندها ميتنج هناك. طب وايه المشكله؟ ما تخلي الست تفرفش، يعني تجيب موبايل تقليد حاجات مضروبه ولاعات. مش دي المشكلة أصلا، المشكلة في سوق. سوق أختكو؟ مالها؟ مش هينفع تسافر معاها طبعا، وهتجيبها على هنا. إيه؟ إيه ده بجد؟ دي سوق جاية على هنا؟ إيه القرف ده؟ جاية على هنا فين يا جماعة؟ ما تخلوها تتنقل تقعد عند أي حد من قرايبكم في أمريكا.
مش هينفع يا جوني، انا خالتي بتطلق ومرات عمي بتولد والولد عنده مشاكل في ايديه على فكره اصلا مام حجزت لها وجايه كده كده. او ماي جاد. بصراحه يا جماعه انتوا يعني بسخافتكم وتقلكم ده ما تجوش حاجه فيها، دي تقيله جدي. هتتنقل تقعد هنا قد ايه؟ 2 ويكس. وجايه امتى؟ بعد بكره الساعه 10 الصبح. ده هيبقوا اسبوعين يعني. بقول لك ايه يا معلم، ازحمني الاسبوعين دول شغل، شقيني شقيني شايلني طين يا معلم، رايح جاي بيه، عايز اجي تعبان انام على طول ما تخافش. اوكي اوكي. هات الريموت بقى عشان نغير القناه. لما يكون عندكم فراخ ملوخيه نجي. فزاع انت يا ده، فزاع راح فين الواد ده؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واشلي المحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخذوا فزاع معاهم كمان. معلش يا كبير، دي ضيفه بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك، ليها عندينا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بين انهم جوا هم. تعالي يا سو ادخلي. تفضلي يا حبيبتي. ايه المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه ايه ساعة عبال ما تجيب الشنط من العربية؟ معلش اصل كانت تقيلة قوي وكنت يعني بريح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك، امر الله. ايه الهمجية دي؟ الشنطة فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجة يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي. وبعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع، اصل سو اختي نرفوزة شوية. لا مفيش مشكلة، حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترخوا، طلع الحاجة على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيها. طلع الحاجة على الأوضة يا فزاع. أمريكا ست أشهر. وأنتِ هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ أشلي. معاك في الأوضة طبعًا. معايا في الأوضة إزاي؟ ما أنتِ عارفة إن أنا ما بحبش حد ينام معايا في أوضة واحدة. حد مين يا حبيبتي؟ دي أختك، وبعدين دي أوضتها شرحة وبرحة وترد الروح. إيه دي؟ دي هدية مراد أخو جوني. وات إيفر. المهم أنتِ دلوقتي هتنامي فين؟ يا سو يا حبيبتي كده مفيش حتة أنام فيها. مش مشكلتي، دي مشكلتك انتي، اتصرفي، نامي في اي حته تانيه، ما انتي عارفه اللي انا جايه. انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت اللي معجربه دي؟ ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه عرف، بليز بليز بلاش الفاظ، بلاش. انا عارف انك عيان خلاص، وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعه ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التين التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. او ماي جاد، خير يا دكتور؟ طمني. عندهم حساسيه مفرطه من التين الشوكي، وللاسف الحساسيه دي معديه جدا. يتعزلوا الثلاثة في أوضة ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة 3 مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. والسقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسق لهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. ايوه. انت زعلان مني في حاجه؟ يعني شايل مني مسود من جوه في حاجه؟
لا قول ما تخافش، مش عشان انا كبير ممكن اتويك هنا، قول قول. لا هو انا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، اصر اني اخش المعهد. معهد ايدي اللي هيطلع دكاتره، مين ده؟ ها الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم الثلاثه يناموا في اوضه جوني. ماشي. طب انا هنام فين دلوقتي؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي انك هتنامي في اوضه اختك اشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي اكيد مليانه فيروس وانا كده ممكن اتعدي. ايوه صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحايه هنا. بيقول الظريف ده. بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البيت ده كله تكون وانا كوم تاني، حسك عينك تكلميني كده مره تانية. خلاص يا كبير، دي ضيفه برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضه تانية ان شاء الله. اوضه ايه دي؟ اوضه الكبير قوي. بتقول ايه يا بقره انت؟ هو اي حد معدي ينام في اوضه كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيله ما هتستحملش تنام على الكنبه. تستحمل ولا ما تستحملش، ان شاء الله تنام في اي داهيه. مين دي اللي تنام في اي داهيه؟ انا ما بوجه لك ايش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير يا كبير، دي عيله صغيره. دي عيله صغيره دي وليه مسخوطه. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمه ابوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي انت عايزاه يا هدي. نظراتها مريبه البنت دي. شفت يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده اوضه الكبير قوي دي احلى اوضه عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، اوضه شرحه. خلاص خلاص ما ترغيش، فين الاوضه دي؟ الاوضه اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى انقلي الحاجه بتاعتي من الاوضه دي للاوضه دي. ماشي. يا جبروتك. استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هدية، تبص لك زهليها بتتي. أنا حرة أبص في الحتة اللي أنا عايزها. أدي الفطور كله أها، عاملة لك فطور النمائيه ملوكي. تعالي حلوة هنا أقعدي جنب عمك الكبير. أوف إيه الريحة دي، أنتوا هتأكلوني إيه؟ تلقاها بس المفتقة، أصل الحلبة بتاعتها زيادة شوية، والباقي زي ما أنتي شايفة، مش فول، عسل بالطحينة، بيض عيون مفقعة، بيض مكحرة. لا 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 لا، أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوليها دي خالص. أنا هاكل من القرف ده. قرف إيه يا مفعوصة أنت؟ حنا ناكلك البهايم ولا إيه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، أنا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي، أجيب لك جبنة بيضة؟ ممكن. طيب هروح أجيب لك رغيف عيش وحتة جبنة بيضة من الصفيحة. صفيحة إيه يا هدية؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنة من غير ما تحكي لي أي تفاصيل. من عينيا، وبالمرة طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الأوضة لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش، أحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيرة دي؟ يا بنت ما تدخليش كده، أكسر الطبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وأنا أحبسك. يا بنت جبت القدرة دي منين؟ أنا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده، مش بعيد يكون كان في يوم من الأيام تحت لسان أشرف ولا فزاع. ياو. طب أقولك حط أنت تحت لسانك عشان أنا بقرف، وأي درجة حرارة تطلع أنا راضي بيها، ما أنا زي زيك. إيه جوني ده، أنت بتجرف فيا يا توماس؟ يعني أنت هيجرى لك إيه؟ ما أنت عيان خالص وبتموت أهو. لا يا عم مش عايز. يا سي جوني الوكلة ها على الباب، حد يجي ياخده. مرسي يا هدية مرسي. بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس 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 بليز بليز، قوم قوم قوم، هز طولك، قوم يلا، قوم هات الاكل من ورا الباب. انا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني انا لسه سليم يعني يا جوني؟ ما انا كمان الحمى هداني. اقول لك قول لي الاسلي. أشلي أشلي ما تستعبطيش، أنت صاحية. إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ ما هو باين 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 عليكي فيك قوي، يعني ما حدش بينام بيبقى نفسه وعمل كده ولا وشه وعمل كده. يا جوني أنا مش قادرة أرفع إيدي، هقوم إزاي يعني من على الكنبة؟ خلاص
نموت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس ايه؟ هات الريموت. هو ايه هات وخلاص؟ يا هدية يا هدية، ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هدية؟ ايوه يا حبيبتي، في حاجة؟ الأوضة دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطة الهدوم بتاعتي محدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر، انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والأوضة دي هتنضف امتى بقى؟ بكرة الصبح ان شاء الله لما تاجي ام بعبيكة هخليها تعمل لك اوضتك اول اوضة. ايه؟ وانا هفضل في القرف ده لحد بكرة الصبح؟ قرف؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ نضفيها انت. ايه؟ ايه انا قلت حاجة غريبة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اقف عوج واتكلم عدل. انا هنا ست الدار وانت هنا ضيفة، والضيف عندينا ملهوش غير الادب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبة؟ ايوه طبعا، قليلة الادب والرباية كمان. انا قليلة الادب يا جهلة يا متخلفة؟ انا جهلة ومتخلفة؟ ايوه انت جهلة ومتخلفة وطارة كمان. توماس توماس ايه يا عم انت؟ في ايه في ايه؟ دي خناقة تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه، هلوسات ولا خناقة؟ خناقة يا جوني، خناقة. توماس توماس يا جوني، انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقة دي. طب ما تقوم انت، كل ما اقول لك حاجة تقول لي قوم انت. طب انا تعبان يا جوني. يمين تريني يديني، يمين تريني يديني عليا ولا تقولي لي بكرة؟ الكبير بس هو اللي يقول لي بكرة، سامعاني ولا مش سامعاني؟ لا انت بكرة بكرة. اشلي جوني مش قايمة. انت عارفة انا كنت هكلمك فيها اصلا؟ انا كنت هطمن عليك. انت جوز كلاب. توماس 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 ايه؟ قوم هات الاشياء. ليه يعني مين انت يا دكتوفه انت؟ يا بنت ده انت قدك ضيع، ده انا لو سفخت الكف هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده؟ انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت؟ احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزك تطلبين البوليس والناين وان وان كمان، عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع بسناني حته حته. ويكون في معلومك، اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا، احنا هنا هنعرف ونربوكي صح. خضتني يا سمكيه. خضتني يا شيخ. خضتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري بواقي الوكل، يمكن تلقي حاجه تاكليها. انت يا بابا انت، خلي بالك انا واقفه هنا. هديه، فين الجبنه اللي انت جبتي لي منها امبارح؟ في الصفيحه. طب ممكن تدخلي تجيبي لي منها حته او عيش؟ الصفيحه عندك هناك في المطبخ، لو جعانه خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعده عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. يا لهوي بالي، تسلم يدك يا هدية، ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي وكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانين بس هنرمو البوقي. معلش يا كبير، كله من فضلة خيرك. عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير. جعانة قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوزة من خير على الفوق، احسن عشان تتربى.
هدية. هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جت امبارح. طب ليه ما قلتيلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجي لنا من اخر الدنيا، وبعدين معاهاش مبير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي والاوضه بتاعتي هتفضل كزره كده لحد الاسبوع الجاي؟ هنعملوا ايه يعني؟ ادي الله وادي حكمته. انا هنضف الاوضه بنفسي. ايه تاني؟ انا هحتاج شويه حاجات عشان انضف الاوضه. هتحتاجي ايه يعني؟ منفضه ريش، ومكنسه كهربا، وديتول، وزعافه. من عيني. وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي كنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا مو بعبيك الشغال؟ احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير، البنت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت عايزه تضرب البلغ على نفوخها عشان تنحد وتبقى عاديه. ووه، دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك، الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ميه؟ أنا سو. نعم. أصل النور اتقطع وأنا بخاف أنام لوحدي في الظلمة. يا حبيبتي، طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير أنت؟ يا كبير، البنت خايفة تنام وسطينا. معلش لو سمحت، وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي، خش. انا هنام دياركم هنا على الكنبه. هدية، هو بيشخر. واه بت، اتخمدي عاد اتخمدي. ثانك جاد. لا ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي، انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامي، يا الف حمد لله على السلامي، حمد لله على السلامه يا سي جوني، حمد لله على السلامه يا سي توماس، حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. مش سي لا بقى، ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه، انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه جايه اهو. تعالي
تعالي هنا. سو كيوت. بعافية. سو كيوت. هي مين ذي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلونداية. غريبة يا جماعة دي عارفة اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمدة يعني اشهر واحد في المنطقة دي كلها وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فانشهرتوا. anyway فين سو؟ سو؟